أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن الشراكة الاستراتيجية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة مستندة على مرتكزات ثابتة منبثقة من المواقف المشتركة حيال مختلف القضايا على المستويين الإقليمي والعالمي، منوها سموه بعمق العلاقات الراسخة بين البلدين والشعبين الصديقين والتي عززتها على الدوام أطر التعاون المشتركة بما يعود بالنماء والازدهار على الجميع. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله اليوم السيد مايك بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه للولايات المتحدة الأمريكية، حيث أشار سموه إلى أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه تسعى للعمل جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة الأمريكية بجهود حثيثة في ظل وحدة الرؤى بين البلدين للتصدي لكافة التحديات الراهنة في المنطقة والتي تستوجب توحيد كافة الجهود وتعزيز مختلف أوجه التعاون الدولي لترسيخ الأمن والسلام في المنطقة بما يصب في تحقيق تطلعات الشعوب للمضي قدما في مسيرة التنمية الحضارية لجميع دول العالم. لافتا سموه إلى الدور الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية الرامي إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي والعالمي وإيجاد حلول تجاه كافة القضايا الراهنة. وأضاف سموه أن مملكة البحرين ستواصل تطوير مسارات التنسيق الفاعل مع الولايات المتحدة الأمريكية على كافة المستويات الاستراتيجية والسياسية والدفاعية وفي مختلف المجالات الأخرى التي من شأنها أن تسهم في تعزيز العلاقات الثنائية وتوطيدها لما يخدم الشعبين الصديقين. حقيقة هذه زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء زيارة مهمة جدا، واضح كان من الحفاوة بأعلى مستوى من الرئيس إلى الحكومة الأمريكية بزيارته، زيارة واجتماع ما بين بلدين صديقين حليفين شريكين في مختلف المجالات، إن كان أمن المنطقة إن كان الاقتصاد المنطقة إن كان ازدهار المنطقة في أمور كثيرة. فحقيقة الاجتماع مع الرئيس كان اجتماع طيب وقلوب متقاربة في قراءة الأمور وفي التعامل مع الأمور، وأيضا الاجتماع مع نائب الرئيس والاجتماع مع سيد جاريد كوشنر ومكتبه. اليوم الاجتماع مع وزير الدفاع أيضا كان مهم، وبحثوا العلاقة العسكرية القديمة والمتنامية والعميقة ما بين البلدين الصديقين وكيف تطويرها، وبحثوا التهديدات والأمور التي يجب أن نتعامل معها بأسلوب مشترك في المنطقة. هذا شيء طيب، و الحقيقة سعيدين جدا بهذه الزيارة.